ملحوظة من هقول لكم الملحوظة الرابعة، بس اخد التليفون المهم ده مع كابتننا الكبير كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي انبي. ظهور او عودة جديدة للدوري الممتاز، وظهور اول في الدوري او في المباراة الاولى في الدوري بشكل رائع جدا، ونقطة ثمينة جدا من بيراميدز النهاردة. يا كابتن احمد مشرف ومنور، وبهنيك على نقطة التعادل النهاردة مع بيراميدز لو هي كانت مرضية بالنسبة لك. حبيبي يا كريم، حبيبي يا رب يخليك، وسعيد ان انا معاك واشكرك، وبحمد ربنا طبعا على البدايه. طبعا بتلعب مباراه مع فريق صعب جدا، فريق قوي، فريق عنده عناصر متميزه جدا، فريق بيلعب في الكونفدراليه وجاهز، دخل في فورمه المباريات، فريق عنده سكواد عالي جدا من اللعيبه. ان اول مباراه وتبقى انت في اول 20 دقيقه يجي فيك جون وترجع الشوط الثاني وتبقى افضل على فترات كتيره في الشوط الثاني، فطبعا يعني بقول الحمد لله، ويعني مجهود الجميع، اللعيبه رقم واحد، وكل اللي القائمين على الفريق ومجلس الاداره اللي دعم النادي برضو بصفقات، الحمد لله صفقات جيده جدا ان شاء الله نشتغل عليها تخلي نادي انبي باذن الله في مكانه الطبيعي في الفتره الجايه ان شاء الله. كنت قلت لي قبل كده نفسي اشتغل في فريق مع اول الموسم، نفسي اشتغل مع فريق فيه امكانيات كويسه عشان نبدا نشتغل معاه شغل فني محترم، ده لقيه في انبي دلوقتي يا كابتن احمد؟ والله طبعا نادي انبي نادي كبير، ويعني انا سعيد بالتجربه دي، وان شاء الله ربنا يكللها بالنجاح. انا قلت لك كده على اساس ان انا ابدا فتره اعداد كويسه. صحيح. يعني انت عارف فتره اعداد كانت صغيره جدا، ويمكن انت شرفتنا في اسكندريه وشفت المعسكر بتاعنا، شغل عظيم. صحيح، ما لحقناش كمان، يعني عارف يعني اللعيبه الوقت كان ضيق جدا، وفي طبعا دعم من مجلس الاداره بعناصر جديده بعد العناصر المميزه اللي خرجت من النادي، جت عناصر ثانيه ان شاء الله مميزه وتفرق مع النادي، محتاجه وقت، فما خدناش الوقت الكافي كفتره اعداد لبدايه موسم. لكن الحمد لله يعني اللعيبه رجاله، اللعيبه النهارده كانوا مستجيبين لطريقه اللعب، كنا مقفلين عليهم بشكل كبير جدا. طيب كابتن احمد، اي كل فريق بيبقى عنده اعمده اساسيه. انبي السنه اللي فاتت كانت اعمدته الاساسيه بالترتيب يعني محمود جاد وايبوكا ومصطفى شلبي، دي اعمده اساسيه. لما يحصل تغييرات في الاعمده الاساسيه دي الفريق بياخد وقت عقبال ما ينسجم، او يعني زي ما بيقولوا ايه، بيغير جلده. النهارده حسينا انه انبي لا، عارف يغير جلده بسرعه، انه كان الفرقه ماسكه نفسها، ما تحسش انه الفرقه يعني خايفه او هايبه الموقف او لسه بتنسجم، الفرقه شكلها منسجمه. حتى لما حضرتك قلت لي انه احنا ما لحقناش نعمل اعداد كويس، النهارده حسيت انه انبي عامل اعداد كويس. والله يا كريم يعني انت كلامك مظبوط، طبعا اللعيبه اللي ذكرتها لعيبه كبيره، وبالتالي ان هم راحوا انديه كبيره وبارقام كبيره، فهم من فئه اللعيبه اللي ظهرت يعني زي ما بيقولوا اللي هي الفئه الاولى، الانديه تهتفت عليهم، راحوا انديه كبيره جدا، واكيد لما يخرج منك ثلاث عناصر كانوا هم السنه اللي فاتت اهم عناصر في الفريق، ليها تاثير. لكن يعني اول ما اتعاقد النادي معايا يعني برضو هم الناس كلموا معايا، لاني شافوا التجارب بتاعتي قبل كده، ان النجم عندي بيبقى المنظومه او التيم بالكامل، يعني اسلوب الفريق. فاحنا عايزين نادي انبي يبقى ليه اسلوب، يعني ليه طريقه لعب، من خلال طريقه اللعب هيظهر لعيبه كتير كويسين. فعلا ده يمكن من اول مباراه يعني الشكل، مش هنقول يعني بنسبه مثلا 50-60% مقبول جدا، وشكلنا كويس في الملعب واقفين كويس، لكن اللعيبه دي محتاجه برضو وقت. اللي معايا مجلس الاداره دعم، ورئيس النادي ايمن الشريعي ولجنه الكوره بعناصر كويسه، ويمكن انا طلبت لعيبه، انا جيت بعد ما كانوا جابوا حوالي 10 صفقات تقريبا، وطلبت بعض اللعيبه بالاسم، والحمد لله يعني ظهروا بشكل كويس، وان شاء الله المجموعه كلها هتفرق، وخاصه النادي انبي كمان عنده مجموعه ناشئين كويسين ان شاء الله، مع النتائج وتحسن الاداء والفريق يبقى في مكانه كويسه، هتلاقي عناصر كويسه جدا من شباب انبي ان شاء الله، او ابناء انبي في الفريق الاول كداعم للفريق. كان عندك امل مصطفى شلبي يكمل مع الفريق، خاصه انه لاخر اللحظات كان مصطفى شلبي مكمل مع انبي؟ هقول لك ايه، انا كنت بلعب ماتش مع المقاولين، مصطفى معايا، خرجت بعد الماتش ما بقاش معايا. ياه، مفاجأة. خلاص
يعني في اخر وقت من الكويد، لكن طبعا ربنا وفقه مصطفى قد ما عليه مع نادي انبي وعمل اسمه، عمل سبرة ساب ارث لي في نادي انبي، وكلنا في نادي انبي بنتمنى له التوفيق مع نادي طبعا الزمالك، ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى في اكتر من مصطفى شلبي في الفتره الجايه للانبي، لان نادي انبي يستحق زي ما بقولك، عنده قاعده ناشئين كبيره، عنده فكر جديد داخل بيه الموسم مع رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، ليهم فكر ان هم عايزين يبقى ليهم تيم يعني يعيد امجاد انبي اللي كان بياخد كاس مصر قبل كده، او يبقى عنده فريق بينافس بيوصل لمراكز قريبه. طبعا الكلام ده سابق لاوانه، لكن بنقول يعني ايه، بنتمنى ان شاء الله ان انبي يكون في مكانه الطبيعي في الفتره الجايه بعد البدايه دي، ان شاء الله تكون بدايه إن شاء الله. يعني جيده للفريق ان شاء الله. في الفتره الجايه. كابتن الكبير كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.